للمزيد أيضا من التفاصيل بطبيعة الحال حول العيد إن شاء الله لرصد حركة المسافرين إلى الإسكندرية والساحل الشمالي لقضاء إجازة العيد. فتنضم إلي مراسلة أونلايف سالي سالم من أمام بوابة طريق مصر إسكندرية الصحراوي. سالي أهلا بك، ماذا رصدت من كثافات ومن خدمات على الطريق أيضا؟ تفضلي. أهلا بك محمد. بالفعل نتواجد على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوية على بعد أمتار من بوابة الرسوم الخاصة بهذا الطريق لمتابعة الحالة المرورية والكثافات المتواجدة على هذا الطريق، ولكن بالطبع هناك سيولة مرورية متواجدة على هذا الطريق. بمجرد تسديد الرسوم الخاصة بهذه البوابة ينتقل المسافرين إلى محافظات الساحلية وهي أبرزها الإسكندرية ومرسى مطروح والساحل الشمالي وغيرها من المدن التي يقبل عليها المواطنين خلال أجازة هذا العيد، عيد الفطر المبارك، وذلك بطبيعة الحال لارتفاع درجات الحرارة ووجود هذا العيد في فصل الصيف والإقبال على الشواطئ والمدن الساحلية. هناك عدد من الكمائن التي أنا متواجدة بها الآن، هناك كمين على بعد أمتار من الطريق الذي أنا متواجدة به الآن، هناك عدد 7 كمائن على طول الطريق الصحراوي، وهناك أيضا 5 كمائن على طول طريق الإسكندرية العلمين. أيضا هناك عدد من الخدمات الأمنية وتواجد لعربات الإسعاف على طول هذا الطريق، وعدد من الاستراحات المتواجدة على هذا الطريق لتلبية رغبات المواطنين. بالطبع سيكون هناك إقبال كثيف بعد الإفطار مباشرة لقضاء أجازة عيد الفطر المبارك وطوال أيام الأجازة. يمكن هذه هي أبرز التفاصيل الخاصة بهذا الطريق. هناك بالطبع حالة من السيولة المرورية كما ذكرت لك وإقبال على هذا الطريق منذ الصباح الباكر وحتى الآن، وسنتابع معكم في خدمات إخبارية أخرى ماذا عن الكثافات المتواجدة على هذا الطريق. عودة إليك مرة أخرى في الاستوديو. سالي سالم مراسلة أونلايف من أمام بوابات طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، شكرا لك.